Yes, I got everything clean for you. Okay. نحكي لهم إنه إحنا مسلمز إنه إحنا حلال لأن هم بيعرفوا الكوشرز. ومن قلب تكساس في دالاس. معلومة عن تكساس ما بتعرفها؟ ليش أبعد عن العرب؟ أنا بنصح أي واحد عنده بيزنس أول إشي يتوجه على تكساس. بس تحكي تكساس يعني لازم تحكي عن اللحم المدخن في هاي الولاية، وخاصة إنها ولاية كثير بتمتاز في مجال اللحم المدخن والأبقار. خلينا نجرب التجربة الأمريكية الكاملة لهاي اللحوم المدخنة. واللمة الحلوة أكيد ما بتكمل إلا بالأحباب الموجودين في ولاية تكساس. أنا محمد الحفاوي سيدي. ما شاء الله. رعد لؤي الرفاعي. علي التميمي. عمر وائل. منيب بشراوي حاليا محظوظ بهالجمعة الحلوة. علي الشريف. خلينا نجرب اليوم تجربة اللحم المدخن. لما اجيت على تكساس وشفت هذه المحلات والسموك بحط لك البريسكت والنص خروف ب 18 ساعة على الاوفن، تغيرت نظري تماما. حتى فكرنا احنا بهارات توابل على اللحوم، هون لا، بحط لك اللحمة تطلع بتاكلها بدون صوصات بدون سبايسز، يغير طعمها وبتستطعم في اللحمه. احنا بنجرب ناكل ونقرر بعدين. وهون الحطب، كل تدخين اللحوم دائما على حطب نوع معين اساس اللحوم تطلع بطعم كثير مميز، فالاخشاب هي السبب الرئيسي في انه اللحوم تكون مدخنه بطريقه كثير ممتازه. طبعا شوفوا هون بجهزوا الفحم والتدخين من هاي اللي هي الافران الخارجيه. يا سلام، في الشتاء بدف منيح هذا يا معلم. ها هون بدف الحطبات بعدين بنقله بياخذ جوا بحط. وانا علي كمان بدي اضيف خشبه. اوه في فاير بليس يا معلم، طبيعي ما شاء الله ديكور محل. الاجواء كيف بنقدر نوصف الريحة للناس؟ والله أنا ما بقدر أوصف بصراحة، لأني أول شيء جوعان، ثاني إشي أنا هذا المطعم يعني كتير بحبه. الطريقة اللي هم بيعملوا فيها بحط لك اللحمة معدل 18 ساعة، المطعم ما بيسكر بس بيسكر لخدمة الزباين في ساعات معينة، بضلهم يغيروا الحطب ويحطوا اللحمة بتطلع لك سموك زي ما إحنا هلأ حنشوف. الميزة الحلوة عند الشباب يعني بنحاول دائما نحافظ ونسأل على موضوع اللحم الحلال. فهون أول ما نحكي له Hi guys how are you? So did you change the tools and everything? You? Yes, I got everything clean for you. Okay, so this is one of the parts. إنه هذا بنطلب منه يغير لنا التولز، يغير لنا البليت، فأنت بتكون مرتاح نفسياً. بنحكي له بدنا حلال أو بدنا اللي هي بالمسمى الثاني هون الهلافظ اللي هي الكوشر. فهذا الإشي المناسب إحنا لإلنا، أنت بتاكله نوعاً ما بتكون مرتاح. وبنحاول دائماً يعني نعرف نحكي له إنه إحنا مسلمز إنه إحنا حلال، لأن هم بيعرفوا الكوشرز، لأنه اليهود بيعرفوها، إحنا كمان بنحاول برضو نشر هذا الجانب لإلنا. ست أفران موجودة هون وضخمة جداً، بيحاولوا يحطوا فيها كل اللحوم تتدخن. مجموعة من المقبلات اللي بيشتغلوها على أفران برضو حطب أساس تكون منكهة مدخنة مع اللحمة. احنا طلبنا بريسكت اند كات. بتيجي بتطلب قبل ما تحاسب، قبل ما تطلب بتاخذ الصينية وبتاخذ الفاتورة. عندك التشيكن كمان زاكي، برضو التشيكن هاي زاكية جدا وبيعملوها سموك ورائعة. موتونا تبعون السوشيال ميديا، مت من الجوع، اربع ساعات بدهم يصوروا. انا جوعان. طبعا ما تاخذ اللحمه، بتيجي هون تاخذ السلطات والمقبلات من هذا المكان وبتحط اي شيء بدك اياه بالصينيه. بعد ما تاخذ كل شيء الحساب تقريبا اخر شيء. هون في حلويات، مجموعه حلويات موجوده. طبعا العرب لازم يتطاوشوا دائما على الحساب يا اخوان، شيء معروف يعني. فدائما تلاقي عند الكاشير طوش، بس الاجانب ما بيفهموا شو القصه، بقول لك ليش هدول بيحاولوا يتطاوشوا فما بيعرفوا شو القصه. المكان وشكل المكان اشي كثير بجنن. بنحط فيه صوص اللي بحب يجرب عليه. في عندك التراديشنال تكسان صوص، في منه سبايسي ريجولر اللي هو العادي. طبعا احنا في معنا شباب غزاز واكيد بحبوا الحراقي، وفي عندنا شباب برضو بحبوا العادي. اخذنا 5 باوند لحمه اللي هي البريسكيتس، واخذنا كمان دجاج اللي هي دجاجه كامله بس هو بيكون اوريدي مقطعه، فرنش فرايز، واخذنا سويت بوتيتو. تقريبا احنا 6 اشخاص 7 اشخاص، $180 اليوم في مناطقنا بده يكلفك $500 في البلاد. يا سلام. طبعا هاي طاوله الشباب ما شاء الله عنهم. والله فخم فخم دمار. بسم الله ابو المشهراوي ما شاء الله. طلع الطعم. انت هون في محل تراديشنال بدك تاكل بالثقافه تبعته، فبتاكل بايدك يعني زي هيك حبيبي لقلبي يعني زي هيك وبالدجاج يعني. هاي بطاطا مقليه، بس بطاطا حلوه مقليه. يا عيني بدك تجرب طعم اللحمة بالأصلي صراحة. بدون الصوص يا معلم. سلام. كنا أول شيء كيف شفت العرب في ولاية تكساس؟ العرب إيد واحدة الحمد لله، أمورنا كتير تمام. دائما بنسمع العرب بحكي لك ابعد عن العرب. كثافة العرب بشكل كبير جدا، متآلفين متحابين
وصدقا قلبك بفرح في تكساس. هاي المناطق هل بتواجد فيها كثافة عربية؟ كثيف جدا وتنوع، خليجي، لبناني، عراقي، فلسطيني، يمني، تنوع كثيف جدا جدا. والعرب الحلو فيهم الشباب بتجمعوا مع بعض كثير دائما. طب شو جاي تسوي في تكساس؟ ليش ابعد عن العرب؟ بس شو بدي جاوبك والله، مع مين بدك تقعد؟ مع مين بدك تشرح؟ مع مين بدك تصلي؟ مع مين بدك تصوم؟ مع مين بدك؟ هاي العرب. صحيح. شو العرب هم؟ احكي لنا معلومة عن تكساس احنا ما بنعرف. بالنسبة للبزنس الهول سيل هنا في تكساس مش موجود في أي ولاية ثانية، بتخش بتلاقي الانطباع الإمبريشن أباوت بزنس هول سيل، فأي واحد أنا بنصح أي واحد عنده بزنس بده يشوف إيش معنى هول سيل في أمريكا، أول إشي يتوجه على تكساس من ثم ينطلق لولايات الثانية. كنا معلومة عن تكساس ما بنعرفها. بقول لك تكساس في تواجد فيها سلاح كثير، لكن هي بالفعل آمنة. في مناطق ثانية موجود فيها سلاح يمكن أقل، لكن مستوى الجريمة أكثر، وهذه نقطة مهمة جدا. بس أقطع خلنا نحكي شغل. المشكلة أنا جديد في تكساس، أنا جديد. اللي ما بنعرفها إنه هو جديد في تكساس. أحكي لنا معلومة عن تكساس إحنا ما بنعرفها. بلد رائعة جدا صراحة أحكي لك إياها، وناس كثير مسالمين، وغير إنه كنت أفهم أنا إنه هي تكساس صحراوية كثير، هي مش هيك. بالعكس بالعكس، بلد حلوة وناس مسالمين وأهلها كويسين وجوها حلو والناس كلها كويسة. كفي لابسين نصكم بالشتاء. كنا معلومة عن تكساس إحنا ما بنعرفها. تكساس أذكى إشي فيها اللحمة، وخصوصا إنه في مزارع اللحوم، هذا أنا لاحظتها كبير. ثاني إشي تكساس فيها جو جميل ورائع. ثالث إشي فيها ناس طيبة زي أفضلكم. ومن قلب تكساس في دالاس شفنا الشباب الطيبة وتشرفنا فيهم، فبنحكي إنه انتهت حلقتنا لليوم. لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وشو بنحكي؟ سلام.